بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله عز وجل في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. تأليف القلوب بين المؤمنين بمؤمن وجه مكاكل لب للب متساسر موادد مفاكر الله جل جلاله قدم بكرهوتي قرآن انكس لاي بدم ببقلت أسايتونا وألف بين قلوبهم بمهالات شو بزوط ورنتوش تكهيدو ارس برسات شو نفس تتفافتو تكرارفو ينورو ينبرون هبرة سبوش إسلام كمت أبو هلا الله سبحانه وتعالى أسلمنا وستشيقبو الله جل جلاله أستساسرات بمحبة بفكر لزيمنا وألف بين قلوبهم بلبولاتشو وست الله أستساسراتشو بنبولاتشو لي أستساسراتشو الله سبحانه وتعالى يهين لبولان يماستساسر محبان يمامتات فكرن يمستات يا الله سبحانه وتعالى سلطانه. لو أنفقت ما في الأرض جميعا بمدروستي ألا النقر بمولو بتسد ما ألفت بين قلوبهم بل بنا وتشاتشو وست ما استساسر ما فاكر ناتشل من الله سبحانه وتعالى ولكن الله ألف بينهم الله قن استساسراتشو أوادراتشو إنه عزيز حكيم تببنيانا الشنافي السهيا لله سبحانه وتعالى سلزي بمؤمن وتمكاكل يالون لب للب يمقنانيتنا يمكبابر ارس برساتي يممكاكرنا يمواداد محبان يمستات الله سبحانه وتعالى اكمو چلوتاو يالو سوزند سلهونا بمهالاتشين يالون فكر محبة الله اندي ستن السنو الله سبحانه وتعالى نمازن هالن بمكاكلاتشين مواداد سيمتا بمكاكلاتشين مكبابر سيمتا بمكاكلاتشين إسلاماوي وديتا ينقص سيمت ألباتشي نوست تلاتو تشاتشين فرتوني نورال تلاتو تشاتشين يكبرونال إرس برساتشين منا قرس نجمر متزازن محبا يمي بالو ألباتشي نوست سيت أفاقن يتلات مجع وشانا يمن هونو فألفة قلوب المؤمنين مادة الإسلام فألفة قلوب المؤمنين بناء المجتمع الإسلامي وألفة قلوب المؤمنين الحصن الحصين والجدار الذي يحول بين أعداء الإسلام هذا الدين وهذا الدين ألفة قلوب المؤمنين مؤمنوش قلب لقلب مجنانيتاتشو مواداتشو إسلام عيون هبرة سب يبلت ياستس السروال انديت انا كري ادرقوال مسلموش مؤمنوش ارس برساتشو محبا فكر وديتا سينور يمي تبقوت بزونا قرال ارس برساتشو بمي فاكر ربت جيزي لك اندقر دوشنو اندقر قدانو بنسونا بتلاتو تشاتشو محل
يا محبة يا فكر قد قد داي هونال تلات اندفلق زلو متتو آياتك اتشو سلزي موادد برس برساتشين مكبابر يما جمبر يونا وانن نيو تلقونا قرسل هون وديتا اتشنن لالله سنن اللي بمهالاتشين مكبابر انجمر مامتات مشال اللبن. ولذلك فإن الله عز وجل أمر المؤمنين بالإتلاف أرس برساتشو يتساسرون ديهونو يتوددون ديهونو الله سبحانه وتعالى عزو القرآن لي من بلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والله تعالى يعلم بأن المجتمع الإسلامي لا يكون قويا في مواجهة أعدائه إلا إذا كانت هناك محبة تربط بين أفراده. بقل سب درجة أرس برساتشين مفاكر مواد دسكالي لدرس هبرت سباتشين تنكار رايهون يهبرت سباتشين تنكاري يمي لكاو يا مسلم هبرت سبت انكاري من لكاو ايان داندو قلسب لو اندمو بال لو محبا لك لو اندمو بال لو فكر لكنو. والترابط بين المؤمنين بمؤمنو جمهال متساسر امر مهم قديتا يهونا نقرنو وصان يهونا نقرنو لأجل قيام المجتمع الإسلامي وممارسته لدوره في هذه الحياة. بيوت هاتشينوست مري ينبرون مري مهون يمي قباو مسلم هبرت سبنو ويمدق مهبرت سبن عاقفو لأستمر لينكباكب يمي قباو هي تلك هبرت سب فكرنا محبا بمهالو بماتاتو مكنيات يبت هاتشونو تبت هاتنونو يمي نور قني هي متساسر سينور مفاكرو محبا وديتاو سينور قن مريهونو موطاتي چلال لليلو چو عرآيا مهوني چلال لليلو چو استماري مهوني چلال استماري منونا. بزي زوري علي بزو حديثو چتنستوال تورتوال بزو قرآن آياتو چالو إقامة العلاقة بين المؤمنين وأخيه على أساس الدين دينن مسارة بعد الرقوني تالي موادر مفاكر بإسلام لا يتودد مهونون بتقام قرآن ببزات أوستوتال نبياتنا عليه الصلاة والسلام حديثات شولاي بزوك زيتان أقروتال. فنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي والله تبارك وتعالى قال حقت محبتي للمتحابين فيه يعني وديتا محباي بني لاي بدين لاي لتساسرنا لتواددو سووج تقباتشو على اجلال يتقباتشنا اجلال الله سبحانه وتعالى. وحقت محبتي للمتزاورين في ارس برساتشو يمتأيكو يهونو قن يمتأيكوت لا الله بلوك هنا يا محبا للنسو يتقباي هنا لا. وحقت محبتي للمتبادلين فيه عندو ارس برسو يمد قاقف يمفك اكرنا يمواد محبة لمت ايمي شلو ايالا الله سبحانه وتعالى ويمدقم يني محبة يتقبات شو سووش ايهين يميسارو سووش ناتشو الى. وحقت محبتي للمتواصلين فيه لاني بلو ارس برسات شو يمي كبابرو يمي ترارو يمي مكاكرو كل يميت آيكو سووش يني محبا يقبات شوالي لالا الله سبحانه وتعالى. ايه حديث صحيح نو المتحبون في الله لالله بلو يمي واددو سووش على منابير من نور يوم القيامة كنور بتسرى منبر لينو يمي كمتوت كنور يتسرى منبر لينو يمي كمتوت
يهنن بوتاچون يميغواغوا يمينافقو مان بزي هونيتاچو يميقناباچو مان الانبياء والصديقون والشهداء والصالحون وحسن اولئك رفيقا كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الامام احمد فهنيئا لهم اذن بهذه المكانة على هذا العمل وهو الحب في الله سبحانه وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه لن يسلوا يتواددوا سوج يعني محبة لن نسوا يتقباتش نتشل على الله سبحانه وتعالى النزي سوج دقمو يكونون يوم القيامة على منابر من نور يوم القيامة يكياما كان كنور بتسرى كبرهان بتسرى من برلاي يكمت آلو وتحت أي شيء يكونون سماي بتقام ست كرب سهيان يوم القيامة بتقام كرب بمتون بتساعت خلائق وفطرتات هلو بميتش أنك بتساعت النزيل الله بلو يتوعدد وسوج في ظل عرش الرحمن با الله يعرشت العصرنا ويميت اللرد المتحابون في الله في ظل العرش يوم القيامة هذا الحديث صحيح لا الله بلو يمي وادد وسوج با الله يعرشت العصر نقطعت يوم القيامة يتألل اللو العلاقات بين المؤمنين أن تكون لله فمؤمن وجمها ليال قنونة بمولو لا الله يتبالى قنونة مهونة اللبتة لا الله تبلو مهونة اللبتة أوثق عور الإيمان الموالاة في الله يمتو راجات وصوت با الله من قد لا يالو لا إله إلا الله محمد رسول الله يا للسوج لتسمعتشو لتاكبراتشو يميقبو سوج موالا لتادر قلاتشو يميقبو سوج وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا الله بلو يودد لا الله بلو يتألى لا الله بلو يسد لا الله بلو يكلكل إيمان تموالت ولتال اسكيهن اللب بلن النيو سوچن أونت لا الله بلن نوية من وداتشو راساتشنن المزن سنت ألاتشوز لا الله بلن نوية سنسات بإخلاص أونت لا الله بلن نوية من ست أو يمن ما تأوتو سوچن سنكلك لي هنا نقر كدين يمياوتاتشو كدين يمياركاتشو نقر نو بلن لا الله بلن نوية من كلكلاتشو ويس تكماتشن انداي النكا بلنو لسووش يمن مسعوتونا يمن ستو كان نسو ملاش فلغنو ويمي تشعر نقر فلغنو ويس دقمو اونتم لا الله بيتشا بلنو يمن ستاچو مقسا فلغنو ودسان فلغنو ويس دقمو الله سبحانه وتعالى زند في ميزان حسناتشن ملكام سرا تبلو اندم مزق بلن فلقنو سلزي من أحب لله لا الله بلو يودد وأبغض لله ستألام لا الله بلو يتألا يا الله الدين ستدفر يا الله الدين سنكا دين تنكا بلو كهوني يميت ألو سيسات لا الله بلو تشابلو كهوني يميسات أو سيكالك لمن دزو كهونا فقد استكمل الإيمان يهسو إيمانه تستكاكله لتال هلال نبي صلى الله عليه وسلم
إذن تحق عليه محبة الله سبحانه وتعالى لذي سودقمو يا الله محبة تقبوالك يهي سودقمو يكون على منبر من نور يوم القيامة كنور كتسرى يهون منبر لي يوم القيامة مهون يقبوال ويكون تحت ظل عرش الرحمن عندها نتسوي الله تلاسر يوم القيامة خلائقه الويني ويني سل الله عند التلل يا درقال ويكون قد أخذ بأوثق عور الإيمان ويكون في جلال الله سبحانه وتعالى ويكون قد استكمل الإيمان. فنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما تحاب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلها أشدهما حبا لصاحبه في الحديث. سلزياتك علي من مال لما لتنو محبة وديتا بمكاكلاتشين بممتعتو ين يهي مسلم أمة هبرتسب يبلت أندي تناكرنا تنكاران ديهون يادر قوال تلاتو چندفل لغو سر قواي قبوم بمحالاتشين وديتا كال محبة كال كال هونغن ودى الزوود جاهلية مهبرتسبني من ملسو بمكاكلاتشين فكر سينور محبة سينور مدمامت سينور موادد سينور نقطات يوم القيامة الله سبحانه وتعالى في ظل عرش الرحمن يسكمت أنال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد استكمل الإيمان كالو تسوتشن هنا لن يهيت اللك الدل سلوهوني يهيت دل دا عملت أن بمحالاتشين بمياقبابون نقروش لاي تدمامت أن تكبابرن تفاكرن توادن الله فيت لما قرب ترت ما درك اللبن. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.